ريج، يعني أولى فقراتنا لليوم رح نحكي فيها عن الرسالة الإعلامية في زمن الحرب ودور الإعلام بجميع وسائله، ولأن مخلفات الحروب إلى آثار على الإنسان. من هنا أقامت وزارة الإعلام عبر مديرية الإعلام التنموي في عدد من ورش العمل للإعلاميين حول التغطية الإخبارية وحملات التوعية بمخلفات الأزمة يلي أقيمت مؤخرا في دمشق. لنحكي عن هالورشات ونتائجها أيضا وما تم العمل عليه. معنا بصباحنا غير الأستاذ عماد المصري، أستاذ ودكتور دكتور في جامعة دمشق كلية الهندسة المعمارية قسم التخطيط والبيئة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحنا غير. أهلا وسهلا فيك دكتور. مثل ما ذكرنا بالمقدمة أقمت عدة ورشات بما يتعلق بمخلفات الأزمة، خلينا نحكي عن أهم هذه الورشات. ورشات التوعية من مخلفات الأزمة هي الحقيقة ضمن سلسلة شاملة لمعظم الوزارات وخصوصا وزارة الإعلام. هي بتهتم بموضوع نشر التوعية ويمكن على وجه الخصوص للأطفال. لما نحن بيكون في عنا إحصائية إنه 90% من ضحايا المخلفات الأزمة، ضحايا مخلفات الحرب المادية بين قوسين، هن معظمهم من المدنيين ونصفهم من الأطفال، فمعناتها بحاجة لنوقف مليا قدام هذا الرقم. الورش هاي بتقوم على نشر الوعي والتوعي من مخلفات الأزمة، وطبعا هذا تحدي كبير. أي مجتمع الحقيقة لما بنوصل نحن بعدد سكانه إلى 80% من عدد سكانه وهو موعي باتجاه موضوع ما، بيكون هذا من أرقى الشعوب. بمعنى آخر، لو كان في عنا تجمع عمراني عدد سكانه ولنفرض 100,000، فلما بيكون في عنا 80,000 من هال100,000 تقريبا هن وصلوا لدرجة وعي عالي وتغيير في سلوكهم باتجاه موضوع ما، معناتها مجتمع جدا متطور. فكيف يمكن الوصول ل 80% من الشعب السوري؟ طبعا هذا من خلال مجموعة من استراتيجيات، سواء على مستوى الإعلام أو على مستوى التربية أو الصحة أو الداخلية أو وزارة إدارة محلية، منظمات المجتمع المحلي والجمعيات، وطبعا كل الناس اللي هن معنيين بأي تجمع عمراني كان. وزارة الإعلام هي لها دور كثير كبير الحقيقة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة. يعني خلينا نحكي، بما انه عم نحكي عن وزاره الاعلام، هل تم العمل على مشاريع او صياغه برامج اعلاميه معينه من خلال هاي الورشات؟ الحقيقه كان في مناسبه ب4 نيسان اللي مرقت، كان فيها تسليط الضوء على اليوم العالمي للتوعيه وكمان للحد من مخاطر الالغام على المستوى العالمي. فوزاره الاعلام الحقيقه كان في مجموعه من ورش العمل اللي قامت، اضافه لبرامج يعني تم الاعداد لها، وكان في منتج للاطفال، وطبعا يمكن حضرتكم شفتوا اللي هو موضوع السنافر. كمان كان في يعني مجموعه من خطط متكامله على مستوى المحافظات بالاذاعات المحليه للوصول الى اكبر شريحه ممكن من الشعب السوري. دائما يمكن بيتم الاستفادة من تجارب أخرى إن كان ببعض الدول المجاورة أو ممكن شبيهة بهيك ظروف. اليوم كيف عم بيتم العمل على الاستفادة يمكن بهيك خبرات سابقة؟ الحقيقة 80 دولة حول العالم هن متأثرين بما تأثرنا به، وهذا الموضوع الحقيقة يقال تنتهي الحروب ولا تنتهي مخلفاتها وما وراءها. نعم. والموضوع هو الأصعب هو بعدها. تحديات الشعوب اللي سبقتنا الحقيقة بعد الحرب العالمية الأولى أو الثانية أو اللي هي حتى بالسبعينات الثمانينات، لا زال إلى اليوم عم يشتغلوا على موضوع التوعي والتخلص من هالمخلفات. نعم. هو موضوع تحدي كبير الحقيقة، ولكن خلينا نقول كاهتمام سوري هو كان على مستوى بالتعاون مع المنظمات الدولية طبعا، كيف نحط استراتيجية على مستوى كل المحافظات وخصوصا المتضررة. طبعا بالأول لابد من بناء قدرات، هذا الموضوع هو دخيل على ثقافتنا، لم يكن في ثقافتنا المحلية أن نحكي عن مخلفات، ولكن صار جزء مفروض علينا الحقيقة. فكيف بدنا نبني قدرات بالأول كمدربين، وبعدين يكون في عنا مواد تدريبية ومواد إعلامية وإعلانية بتهتم بهذا الشأن، وكيفية الوصول إلى كل الناس. طبعا يمكن الوصول لإلهم عن طريق مدارسهم، عن طريق متاجرهم، خاصة كل محافظة لها خصوصيتها تماما ولمجتمعها وبيئتها تماما. بس الحقيقة يعني بين قوسين لازم نقول إن احنا أي سوري هو الأهم وليس المنطقة، لأنه حتى لو كان في مجموعة من المناطق هي ما تأثرت، ولكن سكانها يوما ما ممكن يطلعوا رحلة أو يطلعوا أولادهم رحلة استكشافية
على مكان قد يكون في من هالمخلفات، فيجب ان تكون ثقافه عامه الحقيقه. هذا التحدي الكبير اللي هو نحن عم نواجهه. استاذ عماد، فاصل تنموي جاهز معنا من الشيء اللي عم تقدموه، رح نروح لنشوفه ونرجع لنكمل حديثنا. اخيرا وجدت الطريقه التي ساتخلص فيها من السنافر الى الابد. وأحصل بعدها على مشروب من بقاياهم يعيدني شابا إلى الأبد. سنظهر هنا وهنا وهنا، سنظهر في كل الأماكن التي كانت خطيرة. سافروا بحياتكم. مكان فيه مخلفات حرب متفجرة. مخ مخ مخلفات؟ نعم، منطقة مخلفات حرب، وحينها وعندها سينبهر السنافر بالمخلفات وبقاياها ويعبثون فيها ويلعبون ليقعون بعدها في فخ عمهم شرشبيل. ويتقرقعون وينفجرون ويتناثرون لنحصل بعدها من أجزائهم المتطايرة على مشروب الحياة والطاقة والذي نبحث عنه من سنين وسنين. ما هذا المكان؟ يا إلهي، انظروا إلى هذه القلادة الجميلة. انظروا إليها، إنها تذكرني بفطيرة التفاح التي أهواها، أليس كذلك يا سنفورة؟ سنفور جوعان، هي كذلك. سنفور غضبان لا يحب هذه الأشياء، سنفور غضبان يكره المخلفات. ماذا قلنا يا شباب؟ ماذا يا عبقري؟ في منطقة خطيرة كهذه لا تلمسوا شيئا قبل أن تسألوا بابا سنفور. نعم يا سنافر، لا تلمسوا أي من مخلفات الحرب، حتى لو كان ضمن بيتكم أو قريتكم أو مدينتكم التي رجعتم إليها بعد انتهاء الحرب، وإلا وقعتم في فخ شرشبيل وأصبحتم سنافر قتلى، أو على الأقل سنافر معوقين. ولا تنسوا إن شاهدتم أي جسم غريب أن تتصلوا برقم الطوارئ. سنفور غضبان لا يكره الأرقام. إنهم أذكياء، لم يلمسوا المخلفات ولم يقتربوا منها، وكانوا حريصين على عدم الاقتراب من المخلفات. لم يلمسوا المخلفات، لم يلمسوا المخلفات. عماد، يعني اختيار شخصيات محببة عند الصغار قديش بالفعل قادرة لإيصال الرسالة بشكل أسرع، وأيضا يمكن ممكن يكون استخدام شخصيات محببة عند الكبار. طبعا الشخصية اللي هي كثير خلينا نسميها إلى ثقافة عند الأطفال اللي هي شخصية السنافر، وهي فيها مجموعة من الشخصيات الشريرة والشخصيات الإيجابية. أكثر الشرشبيل اللي هو طبعا بثقافتنا هو دوما بكيد لإلهم، فالدكتور عربي المصري الحقيقه هو اللي كتب يعني سيناريو الموضوع، فهو طبعا تعمق بالموضوع ووصل انه شخصيه شرشبيل اللي هو يطمح الى مشروب الطاقه ومشروب الحياه، فهو ما بيكون الا من خلال السنافر. فهو الحقيقه عمل عمليه دمج ما بين انه الاطفال هن اقرب للسنافر، وهن دوما عندهم حب الاطلاع والشغف واللعب واللمس، فبالتالي فضولهم بيدفعهم احيانا انهم يقربوا من اجسام غريبه. فلما هو طبعا بابا سنفور هو كان هو الاوعى، هو الواعي، ووعاهم انه ما يقربوا على مكان فيه مخلفات، فهي عباره عن رساله متضمنه بقالب طفولي قد يكون، ولكن قالب الفكره ورسالتها التوعويه يعني ممكن تصل الى مفهوم الطفل اسرع من اي شيء اخر. بالتاكيد. فالحقيقه هي نقطه ذكيه من وزاره الاعلام خصوصا، يعني انه نحط ايدنا على اشياء بثقافه عامه، لان موضوع التوعيه هو عباره عن رساله، هو اكساب الفرد خبره للتعامل مع موضوع ما بتغيير سلوكه، ولكن وفق ثقافه محليه.
وفق تعابير ومصطلحات محلية، وهذا هو التحدي اللي نحن عم نشوفه اليوم. يعني اليوم الوصول للمجتمع السوري، في عنا مجتمع مديني، في عنا مجتمع ريفي، في مجتمع يعني بدوي، فالوصول لهم بلهجاتهم، الوصول لهم بثقافتهم، بمعارفهم، للتأثير، لسرعة التأثير. فيعني الحقيقة تجربتنا مع الأطفال كانت يمكن ما بعرف، هلأ نشوف هذا الناس هلأ ونشوف نتائجها واستجابته لهذا الموضوع إن شاء الله. دكتور عماد، آلية النشر بالإعلام كيف، يعني هل تم دراسة كيف راح تكون؟ هي عبر تقارير، عبر فواصل، عبر إعلانات طرقية للتوعية؟ طبعا الحملة الإعلامية بالعموم هي من أدواتها التقارير، ومن أدوات الإعلام الطرقي، ومن أدوات الفواصل، من أدوات الأشياء كمان يعني مع كتاب السيناريو اللي هو ممكن يكون حلقات منفصلة أو ضمن سلسلة مثل بقع ضوء أو أشياء أخرى. الحقيقة كل أداة إعلامية هي فرصة لإيصال رسالة. الحقيقة مجتمعنا، مجتمع سواء كان النساء أو الأطفال أو الكبار، المتعلمين وغير المتعلمين، أي حدا بيتابع تلفزيون أو بيمشي بالطريق أو أنه هو ممكن يكون في برنامج متخصص، فالحقيقة كل الوسائل يجب استخدامها لأنه هي فرصة. نعم، يعني كمان بنت حضرتك هي أصغر مدربة، نحن أكيد نتشرف تكون ضيفتنا بأحدى الحلقات. كيف عم يتم يعني هالموضوع، كيف عم تدرب هي، وأيضا يعني عم تتوجه لأطفال من عمرها؟ طبعا في قاعدة ذهبية اللي هي من الطفل إلى الطفل. الحقيقة أسرع رسالة توعية هي بتمر من صديق إلى صديق، من طفل إلى طفل. هاي ما بدها حواجز، وبتكون الثقة فيها كاملة. فتجربتنا الحقيقة مع مجموعة من الأطفال ومنهم ماريا، هي خضعت لدورة كنت الحقيقة أنا عم أقوم فيها مع وزارة الشؤون الاجتماعية، كانت أول دورة لها، فاندمجت بالموضوع وحبت أنه هي تأخذ الأدوات اللي نحن عم ندرب فيها والوسائل التعليمية، واخذتها على المدرسة الحقيقة، وطلبت من المديرة أنه هي تعمل. طبعا في برامج مع وزارة التربية هي عم تقوم فيها بموضوع التوعية، ولكن مدرستها لسه ما إجاها يعني دور خلينا نسميها، فقامت بهذا الموضوع مع زميلاتها. طبعا الموضوع اتطور شوي، المديرة مع الأنسات ممكن ناخذ شعبة أخرى، فصار الموضوع يعني عبارة عن هواية إضافة لهدف، يعني صار الموضوع تبني. تبني الفكرة هي بعد أخلاقي، هي بعد إنساني، هي بعد وطني بنفس الوقت. فعلا، وهالرسالة يمكن مثل ما ذكرت حضرتك بتوصل بشكل أكبر بما أنه بتكون قريبة لعمرهم وعرفانة هن شو بيفكروا، نفس التفكير. أستاذ يعني هلأ دكتور، في دراسات للمؤشرات السلبية الناجمة عن مخلفات الأزمة من أجل التوجه لها بشكل صحيح؟ طبعا نحن ببلدنا قادمين على مرحلة إن شاء الله من إعادة الأعمار، وما يسبقها هو التعافي. طبعا التعافي ما بيصير الا على ارضيه اللي هي الارضيه صفر بنسميها، اللي هو المكان الامن، سواء كان بمدننا او بقرانا او الاراضي الزراعيه او بنى التحتيه. فاي مكان فيه هاي المخلفات الحيه هو هيكون خارج التنميه، هو هيكون خارج الخدمه. طبعا هذا هيأخرنا كثير، اضافه لموضوع يعني اشكاليات تنمويه اجتماعيه واقتصاديه وبيئيه حتى على البعد البيئي. فموضوع التعافي وموضوع انتقالنا لاعاده الاعمار هو بحاجه للتخلص من هذه المخلفات. واليوم الحقيقه في 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 اشياء كثيره ممكن تكون طروحات مع وزاره الاداره المحليه او مع باقي الوزارات، اللي هو كيفيه التخلص من هالمخلفات هي مع نتائج الركام والاشياء الاخرى، مع الانتباه طبعا. هذا ما يظهر لنا، أما ما خفي علينا هو الموت الصامت اللي هو موضوع الألغام والشرائك الخداعية والأشياء الأخرى، هاي الحقيقة ما حدا قادر يعرف هي وين، ولكن يجب علينا الانتباه إلى بعض المعارف، بعض السلوكيات، بعض الأشياء، الإرشادات والتوجيه، كيف التعامل معها بالإبلاغ فورا بالشك أو عند وجودها. يعني طبعا هون لازم ننوه على أرقام تلفونات اللي هي 108 غرفة عمليات لأي محافظة، و 130 كمان نفس المبدأ، و 189 هو وزارة الداخلية. نعم. فأرقام تلفونات هاي أطفالنا بلشوا يحفظون صم. نعم. ولازم أي حدا كمان لما بيشوف أي جسم غريب يسارع ويتصل بالجهات المعنية للتخلص من هذه المخلفات. بالتأكيد. دكتور، شو الفرق ما بين التوعية وتخطيط المدن؟ الحقيقة طبعاً التوعية هي ما نتخصص مفرد. نعم. الحقيقة الطبيب ممكن يكون موعي، المهندس موعي، الإعلامي موعي، الأستاذ بالصف موعي، حتى أي حدا بمجتمعه المحلي هو فاعل، هو موعي. فالرابط بيناتهم بصفة شخصية، أنا الحقيقة مريت بأكثر من موقف
وشفت أشياء وحسيت أكثر من مرة إنه هذا صار واجب. فكان في تصدي له من خلال اتباع مجموعة من الدورات للوصول إلى مبادرة الحقيقة وصلنا لمليون سوري بموضوع التدريب من خلال متوالي هندسي ومصفوفي إنه كل حدا هو عليه واجب إنه هو يدرب حدا آخر. الرابط بيناتهم طبعا موضوع تخطيط المدن هو مثل أي موضوع في استراتيجية عامة. الاستراتيجية اللي هي بتتضمن بالبيد الأول تحليل واقع راهن، الوقوف عن سلبيات إيجابيات، وضع خطط وبدائل. فطبعا هذا إسقاطه على بلدنا هو إسقاط تخطيط. يعني أي تجمع عمران هو عبارة عن كم من الناس، كيفية الوصول لإلهم، بناء القدرات، فهم الثقافة المحلية للوصول بأسرع وقت ممكن. فالرابط الحياة بيناته كمان تخطيط المدن والتعافي وإعادة الأعمار ما بتقوم إلا على مكان آمن. فكيف يمكن الوصول إلى مكان آمن إذا ما خلصنا من المخلفات وآثارها؟ إن شاء الله يا رب ترجع مكان آمن سوريا دائما لكل الأشخاص. شكرا كثير لوجودك معنا دكتور عماد وللمعلومات اللي أعطتنا إياها لليوم. شكرا كثير لك دكتور وكل التوفيق لكم. شكرا. هلا أريج رح ننتقل لنتعرف بمثل هاليوم شو صار من أحداث بحكاية يوم. خلونا نروح بالمادة التالية.